رئيس الجمهورية للحوار حول هذا الموضوع. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ مصطفى كمشيش، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية وممثل الحزب بالحوار الوطني بالرئاسة. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك. الأول مبدئيا يعني هنسأل عن أسباب تأجيل الجلسة الرابعة من الأمس لليوم. نعم، هم الحقيقة يعني لمزيد من النقاش ولضم كثير من القوى الأخرى التي لم تشارك في الحوارات السابقة، على أمل أن يحدث التوافق الوطني دفعا لمسيرة الوطن إلى الأمام. يعني طيب، على أمل، هو في أمل؟ لأن في ناس، أنا كان معايا ضيفين قبل هذه الفقرة مباشرة، وفي الحقيقة هناك آراء كثيرة تتشكك في هذا الأمل من أي حوار في مصر الآن. يعني يظل الأمل موجود، ويظل الإنسان متمسكا به حتى وإن بدا ضعيفا، لأنه ليس هناك طريق آخر للوطن. هل الحل الآخر عندما نفقد الأمل الاقتتال أو التشاحن، أو نظل أسرى أن نكون في الميادين نهتف يسقط النظام أو يبقى النظام مع الدستور أو يبقى الدستور، ننتقل إلى آليات سياسية الحقيقة. يعني الواحد ساعات يعجب أنه بعض الناس اللي هم لديهم موقف سياسي لرفض الدستور أو للإجابة بنعم للدستور ما زالوا يتظاهروا في الميادين، وعندنا استحقاق سياسي، عندنا استحقاق سياسي تستطيع أن تقول فيه نعم، واستحقاق سياسي تستطيع أن تقول فيه لا. يعني أن مصر تنتقل من حالة الهتاف الميداني إلى حالة الصندوق الانتخابي، والحمد لله أن شعبنا الحقيقة كان أكثر نضجا من نخبته، توجه إلى الصناديق، وحتى دعوة اللي كانت إلى التظاهر بالأمس شغبا على الدستور وأن يسقط الدستور دعوة غريبة جدا. يعني المصريين يذهبون للإدلاء بأصواتهم نعم أو لا، ثم يأتي بعض أفراد يقولوا يسقط الدستور. يعني ربما هم أرادوا فقط بهذه المشاركة وتغيير الموقف من مقاطعة الاستفتاء إلى المشاركة بالرفض، أنهم يثبتوا للجانب اللي هو يعني واثق أكثر من اللازم في دعم الشارع له، وهو جانب نعم للدستور، بأنه هذه هي الحقيقة التي يعني تتوهم غيرها، أن الشارع منقسم بنسبة متفاوتة بسيطة جدا ما بين نعم ولا، وهذا صحيح. ربما يصب في مصلحة من رفضوا الدستور ومن عارضوا أعمال الجمعية ومواد الدستور. هذا صحيح، ولذلك هو في الحوار الوطني نحن نتحدث على مسارين. إذا أسفرت النتائج عن لا، فهناك تصويب لهذا المسار، لأنه إذا لا هيتتشكل جمعية تأسيسية جديدة يتم بموجبها انتخاب أو صياغة الدستور. هذه الجمعية التأسيسية الجديدة التي سيتم انتخابها مباشرة من الشعب لابد أن يكون لها معايير للانتخاب. فإذا أسفرت النتيجة عن لا، هناك حوار كيف يمكن لنا صياغة قانون انتخابي يؤدي بنا إلى انتخاب جمعية تأسيسية متوافق عليه. وإذا أسفرت النتائج عن لا، الانقسام اللي حضرتك أشرت إليه في المجتمع ده، أنه حوالي نصف المجتمع يقول لا، إذا نحن لدينا مواد في الدستور يجب أن نتوافق عليها لتعديلها. والحقيقة أنه لما طرح المستشار محمود مكي، أو حينما تلاها الدكتور محمد سليم العوا في الديباجة في الإعلان الدستوري الثاني الذي لغى الإعلان الدستوري الأول، قال أنه هناك وثيقة ملزمة سيوقع عليها الرئيس وبتوقيع القوى السياسية الأخرى حول المواد المختلفة عليها حتى يتم تقديمها إلى مجلس النواب، ومن ثم نبدأ في إجراءات تعديلها. إذن كشفت نسبة التصويت عن حاجة المجتمع إلى تصحيح مسار لا أو تصحيح مسار نعم حينما تبدو النتيجة النهائية. لكن أيضا هم يتحدثون أن معظم الحوار الذي يتم ما بين الرئاسة وما بين الجمعية التأسيسية وما بين من يعارضونها يعارضونهما هو حوار من جانب واحد، يعني دائما مبني على وجهة نظر واحدة من الطرف المؤيد للدستور أو المؤيد للرئيس مرسي أو مؤيد للجمعية التأسيسية، ولا يقبل التفاوض على اقتراب وجهات النظر. ما رأي حضرتك في هذا، وهل هذا حدث بالفعل في الثلاث جلسات الماضية؟ والله ألمس يعني خاصة المستشار محمود مكي شخصية نعيد اكتشافها للوطن بأكمله. يعني هذا الشخص له حضور طاغي، شخصية كاريزمية، سياسي قانوني هادئ الطباع، يستوعب يحتوي، فشخصية فريدة الحقيقة. يعني المصريون يكتشفون هذه الشخصية الفريدة العظيمة المستشار محمود مكي وهو بيدير هذه الحوارات. يعني الرجل بصدق وبأمانة إذا أسفرت نتيجة الانتخابات عن نعم سيغادر موقع الرئاسة، فرجل يتحرك من دافع وطني، يعني ليس هناك ثمة شك في نيته لصالح الوطن، لأنه مش واحد بيشتغل على أنه بعد شوية هيكمل في هذا المنصب. إذا جاء الدستور بنعم فمحمود مكي سيغادر منصبه، لأنه ليس في الدستور الجديد نائب رئيس الجمهورية، لكنه يعمل وفق
حب الوطني ويريد أن يجير هذا الحوار، يصل إلى أهدافه، يصل إلى مراميه، يتعثر، على الأقل لدينا شرف المحاولة أن نظل دائما في حالة الحوار، أن نظل دائما في ساحة الحوار، أن نظل نضغط من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهذا الوطن اللي بيمثلها كل فصيل. لا لكن شرطت أيضا أستاذنا أن يكون في يعني في أمل مرجو من هذا الحوار، في مؤشرات، في بوادر. يعني هل الحوار في هذه المرة مختلف عن الحوارات السابقة؟ يعني الحقيقة يعني محاوره، أهدافه واضحة، آلياته منتجة. نعم. يعني هو أجندته واضحة، أنه كان الأول بنتكلم على كيف يمكن صياغة قانون انتخابي متوازن يعبر عن جمعية تأسيسية متوازنة في حالة أسفرت النتائج عنها، وكيف يمكن لنا التوافق على المواد المختلفة عليها وصياغتها في وثيقة ملزمة موقعة من رئيس الجمهورية إذا أسفرت النتائج عنها. بالإضافة حطوا بند جديد اللي هو تعيينات مجلس الشورى، أنه تعرف حضرتك أنه مجلس الشورى 180 عضو ويحق للرئيس انتخاب أو تعيين 90 عضو. الحقيقة أنا شاهدت، وده اللي كان مؤسف جدا، أنه ممثلي حزب الحرية والعدالة وممثلي حزب النور يطالبوا في جلسة الحوار أن يكون لهم حصة في هذه التعيينات. ولذلك بدأ أنه بعض الناس الحاضرة أكثر حرصا على مصلحة الوطن وعلى إنقاذ عثراته وعلى تقديم يد العون للرئاسة حتى تتخطى هذه الأزمة أكثر من الحزب الذي ينتسب إليه الرئيس. يعني حتى الدكتور أحمد كمان أبو المجد هو قاعد بيقول لهم يا جماعة فلسفة التعيين أن تجبر النقص الذي أتى في الانتخابات، أن تعالج التشوه الذي أتى في الانتخابات. حضرتك تعرف وكثير من الناس يعلمون أن هم موجودين كأغلبية، أن الانتخابات لا تأتي دائما بأطياف الشعب المختلف، أنه في ناس من العقلاء، من الكرماء، من الفقهاء يعزفون عن خوض الانتخابات. فنافذة التعيين هذه لرأب الصدع هذا وللتوازن، إحداث التوازن، تحقيق التوازن، معالجة الخلل، معالجة التشوه. أما لو كن التعيين فلسفته أن يعكس الأوزان النسبية التي آتت بها الانتخابات فنكتف بالانتخابات. يعني الانتخابات آتت صحيح بأوزان كذا وكذا خلاص. فيقوم ممثل حزب الحرية والعدالة وممثل حزب الحرية وممثل حزب النور اللي هم بيشكلوا 84% من مجلس الشورى يطالبوا بحصة في 90 عضو تعيينهم. يقول لهم يا جماعة ليس هذا هو منطق الحوار. منطق الحوار انه حتى لو عين رئيس 90 عضو من خارج حزب الأغلبية اللي هو النور والحرية والعدالة هتبقى حصة حرية والعدالة والنور 54%. يعني حتى لو عين 90% بالكامل خارجهم هيبقى 54، يعني هيتحولوا من الثمانينات الى 54%، ما زالوا يحتفظوا باغلبيته. لكن مجلس الشورى ده هيتحول مهامه من المهام الشرفيه السابقه الى مهام تشريعيه جديده. فبنقول لهم يا جماعه نحن بحاجه الى اعاده التوازن. طب كيف كانت وجه رد فعلهم على هذا؟ وطبعا يعني كثير من الحضور ابدى وجهات نظر معتبره، وهم قالوا سيعودون الى احزابهم. لكن انا شخصيا وانا قاعد على طاوله الحوار استعجبت جدا من هذا الطرح، طرح يتناقض مع مبدأ الحوار، طرح يتناقض مع مبدأ إنقاذ الوطن، طرح يتناقض مع إدراك اللحظة، إن واحد يدرك أن هذه اللحظة تحتاج إلى عبور، تحتاج إلى تنازلات، تحتاج إلى تضحيات، مش تحتاج إلى الاستئثار بمناصب، لا تحتاج إلى الاستئثار بمقاعد. يعني هب إن عندك مقعد رئاسة في أزمة، عندك مجلس الشورى كله في أزمة، عندك مجلس الشعب كله في أزمة، ليست القصة بما تحوز بالمقاعد لكن باجتياز الأزمات. لكن الحقيقة حقه أيضا أستاذ مصطفى أنه حافظ على حقه ونسبته سواء في التعيين أو في الانتخاب. يعني هل ذنبه أنه نجح في أغلبية اختيار الشعب؟ محدش قال متنازل عن يعني أغلبيتك. هو لا يعني إذا نعم. يعني هذه يعني نجاحه في الصندوق نعم ليس مشروطا بانه هو يتنازل عن نسبته في التعيين، القانون اعطى له الحق في ذلك في الدفاع عن حقه. محدش قال له حاجة. ولماذا يتنازل عنه في حين ان اخرين لا يتنازلون في مواقف كثير؟ يعني ده سؤال انا بتكلم بلسانهم دلوقتي. صحيح. هي اللحظه ليست لحظه المنطق بقدر ما هي لحظه الحلول. يعني واحد عايز يحل مش يقول انا حقي ايه؟ حقك انك تكون في التعيينات طبعا. حقك انه الرئيس يحكم ويصدر قراراته لوحده، ماشي. لكن طالما ان الوطن في ازمه وبيعبر من مسار الثوري الى تاسيس الدوله ليها استحقاقات مختلفة. لا وانت انت كمان في مكان الكبير، يعني انت طبعاً في مكان الاغلبيه وفي مكان الرئاسه فلازم تكون يعني في شويه مرونه. والاصعب هذا ما تقصده. وكمان الاصعب من كده اخي الكريم انه اصحاب المشروع الاسلامي ونحن منهم وعشنا بينهم يعني سنوات طويله بكل حب واحترام وتقدير لجهودهم وبذلهم وتضحياتهم
ودخلوا السجون وتعذبوا ولهم الحق كاملا في إدارة الدولة بما أتى به الصندوق، لكن كمان كانوا يبشروا بمشروع إسلامي متسامح متصالح مع غيره، يمد اليد يبسط رداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بسط رداءه للفصائل جميعا كي تحمل الحجر الأسود، أن الكل يشارك في حمل الحجر الأسود وإعادته في مكانه تاني. المنطق ده يعني أحيانا أعجب من بعض الإسلاميين لما يقولوا أنت مش أوروبا كده وأمريكا كده وإيطاليا كذا وفرنسا كذا، مش ديمقراطية كذا، هو أنت كنت بتبشر بالنموذج ده أنه الأغلبية تفعل ما تشاء؟ أنت كنت بتبشر بالنموذج ده أم كنت تبشر بنموذج فريد إسلامي يشار إليه بالبنان يقول أهو ده النموذج الإسلامي، هو المتسامح المتصالح اللي بيستوعب غيره اللي يفسح المجال لغيره؟ هم كمان عندهم تجربة، لما أفسحوا المجال لغيرهم بعض الناس الذين كانوا في موقع الخصوم، حزب الوسط مثلا من 1996 حزب الوسط حضرتك تعلم من 1996 ويكال له الاتهامات، مش كده؟ حينما أفسح المجال لحزب الوسط وأصبح الدكتور محسوب وزير وأصبح أبو العيلة ماضي وعصام سلطان الشخصين الكريمين عضوة في الجمعية التأسيسية وموجودين الآن في الحوار، الآن تحولوا إلى تفهم وجهة نظر الرئاسة، لم يعود في منطقة الشغب على مؤسسة الرئاسة. المشهد الأخير اللي كنا شايفينه للأستاذ عصام سلطان وهو في الترشح لانتخابات مجلس الشعب مع الدكتور سعد الكتاتني وبعض الإخوان زعلوا جدا من موقفه أنه يترشح، الشاهد أنه حينما تفسح المجال لغيرك فإن السفينة تمشي والمركبة تسير في طريقها، لكن بهذه الطريقة التي يبدو في بعض الأحيان أنها إقصائية وأنه الديمقراطية كده خلاص. يعني أراك أستاذ مصطفى تضع العبء كله أو المسؤولية كلها على هذا الجانب من التيار الإسلامي المتمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور، في حين أن هم يعني ينظرون إلى المشهد بغير تلك النظرة تماما، هم يرون أنهم قدموا تنازلات كثيرة صحيح وتسامحوا كثيرا، لكن صحيح الجانب الآخر لم يتسامح معهم صحيح وكان لهم بالمرصاد وكان يكيد لهم من وجهة نظرهم، فلماذا التسامح إذن ولماذا العفو؟ لا أنا أكلمك بمنطقك وهو الديمقراطية، إذا لم تكن تقبلني كتيار إسلامي، إذا لم تكن تقبلني كفكرة إسلامية ولم يعد هناك يعني تجاوب بيننا، خلاص أحادثك بلسانك وبمنطقك وأهزمك من خلاله ومن فمك أدينك كما يقولون، هكذا كان منطقهم. متفق معك 100%. معهم هم أنا ماليش دعوة. المشهد السياسي المصري يسفر عن مراهقة سياسية. طيب. وأن بعض السياسيين الذين يشغبون على مؤسسة الرئاسة يتصف بعضهم بدافع وطني كريم معتبر يريد لمسيرة الوطن أن تكون في أصح حال، وبعضهم يسعى إلى انتهازية وإلى إسقاط هذا الوطن وإلى العمل مع الخارج بلا أي شك. مصر تتعرض للمؤامرة مش بس أيام محمد مرسي وأيام السادات وأيام مبارك وأيام جمال عبد الناصر، مصر اللي موقعها الجغرافي والتاريخي وتراثها تتعرض لمؤامرة بشكل دائم ومستمر وقربها من الكيان الصهيوني. صحيح ده، صحيح أن عندنا سوء أداء وارتباك وعدم شورى من مؤسسة الرئاسة، عندنا ده بشكل واضح جدا مش محتاج إلى دليل ولا برهان ولا بينة. عندنا في الجانب الآخر حالة انتهازية سياسية يمكن بتعبر عنها النكتة المصرية المشهورة إن سمحت لي اللي بيقولها بعض المصريين، في اتنين كان محكوم عليهم بالإعدام بتاعت الجبان والندل أكيد فبيسألوا الأول هي دي ولا مش هي نعم صح فبيسألوا نفسك فيه؟ قالوا نفسي أشوف أمي فبيسألوا التاني قالوا أنت نفسك فيه قبل ما تموت؟ قالوا الجدع ده ما يشوفش الواد ده ما يشوفش أمه. في ناس في مصر تريد الإطاحة بمحمد مرسي حتى إن لم تصل هي إلى الرئاسة، ولذلك بعض الناس التي استدعت العسكر إلى المشهد مع الاحترام العظيم لهذه المؤسسة أو التي استدعت الأجنبي إلى المشهد هي مش عايزه انها تكون هي في المشهد، لكن عايزه اخفيها فيها بس ليه سوء النيه؟ ما احنا من الممكن ان التيار الاسلامي كان ينظر الى الجانب الاخر هذا الرفض له بنظره اكثر موضوعيه وبدون سوء ظن، يعني مثلا كان من الممكن ان يقول ان هؤلاء وطنيون يريدون مصلحه البلد ولا يرون مصلحه البلد في اعتلاء التيار الاسلامي وتصدره المشهد. نعم. خاصه لو كان رئيس الجمهوريه. تمام. إذن هي وطنية، ولكن وطنية بمفهوم معين، إن إحنا شفنا كتير من المناهج أو من نظم الحكم الإسلامية لم تفلح معها البلاد فنخشى على بلادنا. أيضا على الجانب الآخر لماذا جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي لا ينظرون إلى التيار الإسلامي إنه هو وطني ولكن يريد الوطنية بمنظور إسلامي؟ ليه سوء النية مبيت بين الجانبين؟ وهل الحوار من الممكن أن يتجاوز
هذا هذه المفاهيم. هو حتى إيه؟ المستشار محمود مكي لما طرح بيقول هو بيعمل توصيف لحالة المجتمع قال هي حالة الشك وسوء الظن وقلة الثقة، يعني دي مركبات الوضع المصري الحالي. ولذلك أسهل حاجة أنه يتهم الآخر بالخيانة. طب الحوار فين بقى من ده كله، من هذه الحوار الإشكالية؟ بيحاول يعني يحاول أن يؤسس ثقة، يحاول أن يؤسس قاعدة مشتركة، يحاول تجسيد المحاولة ده تجسد في إيه في الثلاث جلسات اللي فاتوا؟ يعني أنه يحاول أنه زي ما في كلام حوالين التعيينات مجلس الشورى أن تكون من الأكفاء، أن تكون من أصحاب الكفاءات الوطنية، لأنه مجلس الشورى زي ما حضرتك تعلم أنه سيتحول من مهمة سورية المهمة تشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. طيب المعايير إيه يا فندم؟ المعايير ما دي الناس قاعدة بتتكلم فيها، تقول يعني حصص ممثلة للأحزاب التي لم تكن ممثلة من قبل، حصص للكفاءات الوطنية التي لم تشترك في مجلس الشورى القديم، وهكذا. الناس قاعدة حتى تضع المعايير لمجلس الشورى. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، لا يمكن اتهام المعارضة بشكل كامل للدكتور محمد مرسي بأنها انتهازية أو غير وطنية، ولا يمكن اتهام مؤسسة الرئاسة بأنها غير وطنية وانتهازية. لكن ثمت مشاكل هنا وثمت مشاكل هنا، ثمت أخطاء هنا وثمت. لكن أخطاء موضوع هنا. التمثيل الحزبي النسبي ده أستاذ مصطفى ممكن يعني يقابلكم فيه مشاكل، وهي أن في أحزاب لها أسماء رنانة لكن ليس لها وجود في الشارع مطلقا. صحيح. فهيمثل مين؟ هيمثل له 1000 2013؟ فيعني أيضا التمثيل بالأغلبية والتمثيل بالوجود في الشارع لابد أن يوضع وضع الاعتبار في هذه يعني هذه الاختيارات، ولا إيه رأيك؟ والله صحيح، يعني وخاصة إنه هم وضعوا بعض المعايير، وكان تلاها المهندس أبو العيلة ماضي اللي هو بيسمح لي الدكتور المستشار محمود مكي بإدارة اللقاءات بشكل مباشر، إنه هو قال إنه الحزب الجديد الذي حصل على رخصة، في أحزاب تأسست حصلت على رخصة ولم تمثل بعد فتحصل على 3 مقاعد، والحزب اللي في طور التأسيس الذي لم يحصل على رخصة بعد يحصل على 2 مقعدين، والأحزاب الممثلة يعني عمل لها حسبة كده بحيث أنه تراعي الأوزان النسبية، ومنها الأحزاب حتى التي لم تحضر الحوار. طيب اللي نستطيع نقول أن اللي اتفق عليه حتى الآن في الثلاث جلسات هو المفروض ممتد الحوار لحد إمتى؟ ملوش سقف إلى أن حتى قالوا بعد الاستفتاء يعني بنعم أو لا يستمر الحوار، وانه تبقى دي منهجيه لتعامل مؤسسه الرئاسه مع القوى الوطنيه الاخرى، يعني ان تظل منهجيه بس تسفر عن نتائج الا تكون شو اعلامي يعني. ده هيظهر في تعيينات الرئيس اللي المفروض انها تظهر يوم الجمعه بعد يومين تقريبا. نعم، لانه عندهم سقف لحد 21 قبل اخر اللي قبل 22. ده بالنسبه لموضوع مجلس الشورى، تعيينات مجلس الشورى. بالنسبه بقى للمواضيع الاخرى المنوط بها الحوار الوطني، هم ده اعتبروه ده البند العاجل باعتبار انه استحقاق يجب ان يتم قبل 21/12، والاستحقاقات الاخرى صحة مسار نعم وصحة مسار لا يستمر الحوار من اجله، نصل فيها الى نتائج ملموسه مطمئنه للشعب تشجع الاخرين على الاقتداء والاتيان الى الحوار، او تجعل الاخرين يقول والله احنا كان معانا حق ان احنا ما جيناش الحوار، لانه ده حوار عبثي ولا طائل له ومجرد شو اعلامي وهكذا. لكن الواحد يشعر بوطنيته وبغيرته على مصريته وحبه لوطنه، الوطن بينزف اقتصاديا. الوطن يعني، ولذلك دي مش على أجندة كثير من السياسيين، الوطن ينزف اقتصاديا يوميا بشكل مريع. أتصور حضرتك لما يكون أمريكا تشعر بكارثة أنه عجز الموازنة الأمريكية بيمثل 8% من حجم الناتج القومي، إحنا في مصر وصل 12%، عجز الموازنة يصل إلى 12% من حجم الدخل القومي، ده شيء مفزع. ده في استحقاقات في الدستور الجديد ومش عارف الحقيقة هم كتبوها إزاي، أنه الحد الأدنى للأجور يبقى زي الحد الأدنى للمعاشات، يعني ستقفز مرتبات الناس اللي ب 300 و400 منين طيب؟ وكيف تأتي بها؟ كلام مكتوب في الدستور والناس صاغته ومش مدركه. المفروض في دلوقتي نقاشات ستحدث حول موضوع برنامج الصحة الاقتصادي. وبعدين واحد اللي بيقبض معاش 300 جنيه يرفع دعوة انه معاشي ده يخالف للدستور فتتحول معاشات الناس ل 3-4 مليون مواطن. طيب ما مصر. هو هذا ايضا يعني يؤيد وجهة النظر التي كانت تقول انه كان لابد من تأخير الاستفتاء على الدستور شوية لحين التوافق، يعني هل يتم التوافق بعد الاستفتاء على الدستور؟ التوافق المفروض يتم قبله. نعم. يعني ده المنطقي ولا المنطقية راحت فين في المشهد يعني السياسي؟ الحقيقة كتير من الناس إما تستدعي السياسة ونتحاكم إليها أو نستدعي القانون ونتحاكم إليه. يعني بعض الناس اللي قالت إقالة النائب العام ده شيء غير قانوني، إذا بها تطالب بمد أجل التأسيسية وهو إجراء غير قانون، أو بحل التأسيسية وهو إجراء غير قانون، أو بإطالة مدة التصويت على الاستفتاء وهو إجراء غير قانوني. قال القانونيون بما لا يدع مجال للشك إنه هي 15 يوم،
حالة الرئيس حينما يستلم مشروع الدستور وحالته للتصويت. بعض الناس يقول يلا يا جماعة نتفق على آلية واحدة نختلف معها، إما أن نختلف على قاعدة سياسية وإما أن نختلف على قاعدة قانونية، لكن بعض الناس تتنقل من مقعد السياسة إلى مقعد القانون أحيانا على حسب التوقيت والحاجة. هي بنا نتفق مع بعض ونضع معايير نتفق عليه. إذا لم طبعا كان ده إذا وجد القانونيون حل لتأجيل الاستفتاء لإحداث التوافق ده كان الأفضل طبعا، مش عايزة كلام. ليه؟ لأنه حتى تعديل الدستور سيتطلب لسه انتخاب مجلس نواب واجتماع الغرفتين. مجلس الشورى الجديد ده مش هيقر التشريعات المتعلقة بالدستور، لازم مجلس النواب وانتخاب مجلس شورى جديد وبعدين تجتمع الغرفتين عشان يبحثوا في تعديل الدستور. لا طب فهمني الحته دي، لان كان الكلام بيتقال ان مجلس الشورى سيمارس التشريع بنيابه عن مجلس دون الشعب دون ان يكون له الحق في تعديل الدستور. فالقضيه يقبله كما هو ويبني عليه القوانين، مش هو هيعمل قوانين في الفتره لحين انتخاب مجلس النواب. هيعمل مهام تشريعيه في الفتره دي وتتوقف مهامه التشريعيه حين انتخاب مجلس النواب. نعم هتتوقف مهامه التشريعيه مده شهرين 3 4 5 6 7 واتيفر. فيتوقف مهام مجلس الشورى التشريعية تنتقل إلى مجلس النواب. مجلس النواب يبدأ يقول إن من الممكن إذا تقدم 70 عضو أو إذا أتى من رئيس الجمهورية طلب بتعديل الدستور وبعدين وافق عليه 50% من الأعضاء فيطرح للنقاش، المادة تبقى جاهزة للتصويت إذا وافق عليها 2/3. دي إجراءات صعبة جدا، يعني إجراءات صعبة جدا محتاجة وقت، ثم محتاجة أغلبية معتبرة داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو مجلس الشورى لتمرير أي تعديل دستور. كان أسهل وأوفق أن يتم قبل الانتخابات، لكن القانونيين قالوا لنا أنه يعني ليس هناك ثمة طريق لتجاوز هذا الصراع بين القانونية والسياسية. خلينا يا جماعة نضع وثيقة ملزمة موقعة أنه هذه المواد تشكل نموذجا للتوافق الوطني، الدستور فيه مواد جيدة وفيه مواد سيئة، يمكن لنا أن نتدارك السيء منها، يمكن أن نقبل الجيد منها، نصيغ السيء في وثيقة متوافق عليها يلتزم بها رئيس الجمهورية يوقع عليها، تشكل طعنا في شرعيته وطعنا في شرعية كل من وقع عليها إن تجاوزوها، تكون نموذجا للحل ونضع ويكون هناك إرادة سياسية حقيقية لأن نكون أن يكون الدستور لكل المصريين وأن يعبر عن كل. طيب ما في إشكالية أيضا أنك بتفرض وصاية على مجلس الشعب في أدائه واختياراته وقناعاته، يعني أنت بتقول له مجلس الشعب رشحته انتخبته بالصندوق والشعب يعني اختار هؤلاء الأعضاء عشان يبقوا أحرار ما عليهمش وصاية في الملزم واللي مش ملزم. أنت بتلزمه بوثيقة إزاي وهم أساسا أنا ممكن فيهم بوثيقة ينظر إليها. إنما لا فرضنا أنه وثيقة لم يعتمدها وبالتالي تضع الأحزاب التي تحارت معك على هذه الوثيقة، يظل الحوار دائم بإذن الرؤية غير واضحة. محدش بيقوله بس على الأقل أن القوى الوطنية المصرية الممثلة لسبعين لتمانين لخمسين لستين في المية من أطياف الشعب المصري قدمت 10 مواد 15 مادة بتقول هذه المواد نحن بحاجة إلى تعديلها. تعديلها إزاي وصياغتها إزاي ونقدم إيه ونأخر إيه على ونطلع من العشرة دول بـ8 نطلع من العشرة بـ12 مقبول. طيب يعني يعني الرافضون للدستور والذين شاركوا في هذا الاستفتاء ودعوا أنصارهم ومؤيديهم إلى التصويت بلا ينظرون إلى أن المؤشرات التي ظهرت في المرحلة الأولى هي تكرس لرفض الدستور ولا تكرس للموافقة عليه، لأن التباين في الفروق بين النعم وبين لا بسيطة جداً، بل إن نسبة لا الظاهرة في المؤشرات هي تؤكد أن هناك رفض كبير جدا من الشارع، خاصة إن نسبة الكتلة التصويتية 32% من الكتلة التصويتية اللي شاركوا في الانتخابات في المرحلة الأولى أو في الاستفتاء في المرحلة الأولى، إذن النتيجة تعتبر لا حتى لو جاءت بنعم من وجهة نظرهم. فلماذا لا يكون الحوار الوطني هذا منصبا على آليات ما بعد هذه النتيجة التي يعتبرونها بالفعل هي تكرس للا وليس لنعم؟ ولذلك الحوار بيهدف لذلك، يعني الحوار إنه صحة المسار إذا أسفرت النتائج عن نعم وصحة المسار إذا أسفرت النتائج عن لا. النتائج الأولية الآن في المرحلة الأولى كشفت أن هناك انقساما معتبرا داخل الوطن. محدش يقول إنه دي زي الانتخابات الأمريكية 50% زائد 1، ده دستور المصريين كله.
فدستور المصريين كله ان يعكس رغبات وامال وطموح وتطلعات المصريين. فاذا في عندنا 43% من المصريين، مش 43%، 10% من المصريين بيقولوا لا للدستور، نحن بحاجه الى تلمس حاجات ال 10% دول. ما يجيش حد يقول لي انه 43% معناها اقليه وان 56% ونص معناها اغلبيه. لا، في الدساتير لا تقاس الامور بهذه الصوره. اذا قلنا انه الاعلان الدستوري اللي طرحه المجلس الاعلى للقوات المسلحه حاز على 77% مكونات نعم، هي مكونات نعم الان، ومكونات لا للاعلان الدستوري اللي طرحه المجلس الاعلى للقوات المسلحه جديدة على المشهد. لا، اقصد المكونات التي قالت لا للاعلان الدستوري، المكونات اللي طرحه، المكونات اللي قالت لا من اطيافها السياسيه المختلفه، هي نفس المكونات التي قالت لا لهذا الدستور. والمكونات التي قالت نعم في المرة الأولى لاعتبارات كثيرة، وطني، ديني، شرعي، شريعة، التي قالت نعم في المرة الأولى هي التي قالت نعم في المرة الثانية، لأن التصويت على الدستور لم يكن حول مواده، إنما كانت حول الانتماء السياسي. انتماء فكري وسياسي. طيب أنا معايا خبر عاجل. رئيس نادي هيئة قضايا الدولة في تصريح عاجل، النادي سيشرف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. إذن رئيس نادي هيئة قضايا الدولة يصرح بأن النادي سيشرف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. جميل. كيف تنظر إلى هذا القرار؟ جميل جدا. أنا أتمنى والله أن القضاء، وقد تألموا لاعتبارات معتبرة، يعني حينما رأوا الإعلان الدستوري الأول يحصن كل قرارات الرئيس بما يعني يطعن في إمكانية التقاضي أمام القضاء، تألم القضاء ألم مشروع. لكن أتمنى أن يتجاوزوا الألم المشروع إلى المشاركة الحقيقية في هذا الاستفتاء وفي غيره، وفي عدم تعليق العمل بالمحاكم، لأن الوطن يحتاجهم. بس واضح والوطن يثق فيه. واضح أن قراراتهم مبنية على، يعني هي رد فعل على ما تقره الرئاسة من قرارات. نعم. وما تقره الجمعية التأسيسية وما يقره الحوارات الوطنية وما إلى ذلك. يعني هم لما شافوا أن النائب العام قدم استقالته أو فيها نظر بعد ذلك. نعم. لما شافوا أن الرئيس بيتراجع عن بعض الأشياء. نعم. إذن هم يعني بيمدوا أيديهم حين يروا القيادة السياسية تمد أيديها إليه. ما رأيك في هذا الطرح أيضا؟ يعني موافق، يعني على مضض، لأنه أصبح القضاء يمارسون عملا سياسيا. ويمكن اللحظة، لانه زوجتي وزوجتك واهلي واهلك وبيتي وبيتك وسائق التاكس، المصريون جميعا الان يعملون بالسياسه. يعني تذكر مسرحيه دريد لحام غربه لما كان هو في ضيعته بيقول مين منكم يترشح لرئاسه الضيعه، فكلهم رفعوا ايديهم، قال لهم نجيب لكم شعب بقى لانه كلكم زعماء. فالمصريون جميعا يعملون بالسياسه الحقيقه، بما فيهم القضاء. اتمنى ان ينقوا بانفسهم عن معترك السياسه، وهو آلامهم كانت آلام مشروعة، واعتراضهم كان اعتراض مشروع، وأحلامهم أن يكون أن تكون المؤسسة القضائية مستقلة وتكون هي ملجأ المصريين الأخير، ده كل ده مشروع. لكن أتمنى ألا يغرقوا أكثر في مستنقع السياسة، ويخلوا المصريين يفقدوا الملاذ الأخير. يعني دلوقتي أنا عايز الاستفتاء ده يعبر، يعكس عن 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 اختيارات المصريين الحقيقية، وأثق في القضاة حينما يشرفون ألا يخذلوا المصريين في المسألة دي. حقيقة أتمنى ذلك. لكن الدعوات تكثر في نقد هذا الاستفتاء ونقده أيضا والطعن فيه والقدح فيه. دي قضايا سياسية. والقضايا الطعن فيها القانوني على المحاكم والإجراءات القانونية، إن كان صوابا وإن كان خطأ. لكن ألا يشترك القضاء من حيث البدء في عدم الإشراف على الاستفتاء، فإنه ده أنت بتقول للمصري طب يعمل إيه المصري؟ المصري الذي يجد يحاول أن يجد مخرجا ملاذا، يجد انعكاسا أنه أماله إيه وأنه أحلامه إيه، وأنه الدستور ده متوافق عليه ولا مش متوافق عليه، وبثق في القضاء، والقضاء يقول لي لا أنا مش مشتغل في الحكاية. طيب بالنسبة للحوار، وهو يعني إذا اعتبرنا أن فعلا المشكلة في مواد الدستور، لأن هناك من ينظر إلى مشهد الصراع أن الموضوع مش موضوع مواد الدستور، وإنما الدائرة أن هي رفض تصدر التيار الإسلامي لهذا المشهد، ورفض التيار الإسلامي لدخول التيار الآخر في المشهد. نعم. هناك من يصنفها كذلك. مواد الدستور المختلفة عليها، طول ما جبهة الإنقاذ مش موجودة والتيار الشعبي مش موجود، كيف سيجرى الحوار حولها؟ هم دول اللي بيمثلوا يعني الـ 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 الرمزية للتيار المعارض للدستور والمعترض على مواد الدستور. أنا أتمنى والله من كل القلب أنه أي عمل سياسي
ألا يشغب أحد فيه على الحوار، يعني حتى عندما دعت الجمعية التأسيسية فبيقولوا لم تعد لها صفة قانونية. هب أنهم أشخاص وطنيين بيدعوك إلى الحوار، وقعد حوار معهم. يمكن يزال قدر من الالتباس عند هذا أو ذاك. الجمعية التأسيسية بتقول أنها قدمت دستورا جيدا. بعض القوى الوطنية المعتبرة وبموضوعية قالت أنه فيه مواد تستحق التعديل وتستحق التغيير، وأن بعض هذه المواد كارثية. الناس تقعد مع بعض، الناس تتناقش، الناس تتحاور. أما أجي أقول أنه ليس له صفة قانونية، اجلس معاه حتى بصفته الوطنية، بصفته الإنسانية، بصفته القانونية، أملا أن نجد حله، أملا أن نجد مخرجا، لكن لا نظل أسرى أن نهتف ونقول لا، وإلا تتحول السياسة إلى حركات احتجاجية. إنما ندخل في المعترك للتغيير، للاشتباك، للبناء، للتعديل، هذا هو الذي أفهمه في العمل السياسي. لكن موقف حزب مصر القوية أيضا كان مثير للتعجب، يعني نعم. هو يعني إذا 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 يعني هناك من نظر إلى صندوق الاستفتاء إن نعم هي التي ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار، ستؤدي إلى دفع العجلة، وكان منتظر من حزب مصر القوية، وكان يعني أكثر المتشائمين يقول إنه لا، حزب مصر القوية خارج هذه المعادلة، وسيقول لا، حتى موقفهم الإعلان الدستوري وموقفهم من قصر الاتحادية سيتغير حين يعرض صندوق الاستفتاء ليكون حاسما في هذا الصراع، لكن في الحقيقة جاء الأمر على غير ذلك. ليه حزب مصر القوية دعا إلى لا؟ دعا إلى لا، ما أنا أقصد الناس كانت تتخيل أنكم ستدعون إلى نعم. حزب مصر القوية الحقيقة أراد أن يخطط لنفسه طريقا ثالثا، لم يسعى إلى الاستقطاب الذي شكلته القوى المناوئة للمؤسسة الرئاسة، ولم يطالب ابدا باسقاط شرعيه الرئيس، بل استاذنك استاذ مصطفى، انا معايا على الهاتف سياده المستشار محمد طه رئيس نادي هيئه قضايا الدوله. سياده المستشار اهلا بك معنا، ويعني حيثيات هذا القرار بان النادي سيشرف على المرحله الثانيه من الاستفتاء على الدستور. هو الحقيقه ان احنا النادي كان اعلن قبل كده عدم المشاركه قبل الغاء الاعلان الدستوري، الا بشرط الغاء الاعلان الدستوري. نعم. وعندما تم الغاء الاعلان الدستوري اعلن المشاركه، ولم يتغير الامر حتى الان، بل اصدر مجلس الاداره قرارا امس بالاستمرار في الاشراف على المرحله الثانيه، ثم يعني اعقب البيان بمجموعه من التوصيات، منها توصيه الى فخامه رئيس الجمهوريه لفك الحصار عن المحكمه الدستوريه العليا، ومنها توجيه الى اللجنه العليا للانتخابات لفحص الشكاوى والمحاضر التي تمت في خصوص هذا الموضوع، حتى التحقيق يعني المآخذ اللي أخذت على المرحلة الأولى من الاستفتاء يتم تفاديها في المرحلة الثانية بإذن الله. طيب سيادة المستشار، لن نتغير الوضع في شيء، ولذلك سنستمر في الإشراف على الاستفتاء ونكون صادقين مع أنفسنا، لأن كل الهيئات في الانتخابات بدون أن تعلن عن ذلك، لكن نحن صادقين مع أنفسنا، إذا قلنا سنشرف وفعلا أعضاءنا ذاهبون للإشراف. أما البعض يقول أنه لن يشرف وأعضاؤه في الاستفتاء موجودين، ويمكن الرجوع إلى اللجنة العليا في بيان الأعداد التي أشرفت على الاستفتاء في المرحلة الأولى أو الثانية، ويتعين بيان الأعضاء دول من أنهي جهة وعدد الأعضاء من كل جهة من الجهات القضائية. طب يعني هل قرار نادي هيئه قضايا الدوله بيكون ملزم لاعضائه؟ هل هذا هو الخلاف بينكم وبين من يقولون لن نشارك واعضائهم مشاركون؟ لا يا فندم، احنا عندنا برضو بعض الاعضاء لم يشاركوا عن قناعه، يعني لرايهم الشخصي، واحنا نحترم هذا الراي، لكن معظم الأعضاء يباشروا هذا الاستفتاء. نعم، أرجو أن تسمعني من الهاتف بقي سؤال واحد سيادة المستشار، وهو يعني هل قراركم بالمواصلة في الإشراف على استفتاء الدستور هو قرار مشروط؟ يعني إذا لم تتحقق تلك الشروط هل من الممكن أن تتراجعوا عن استكمال ما بدأتموه في هذا الاستفتاء؟ أنا لم أستمع جيدا أعيد عليك السؤال مرة أخرى. لا أسمع الحقيقة لم أسمع السؤال. طيب سيادة المستشار، هل قراركم بمواصلة الإشراف على الاستفتاء؟ لم أسمع السؤال. طيب الآن تسمعني؟ طيب ممكن تسمعني من التلفزيون مرة أخرى طالما التليفون صعب. أيوة فندم.
ممكن حضرتك تعلي صوت التلفزيون وتسمعني. أيوة فقط السؤال. طيب سيادة المستشار، هل قراركم بمواصلة الإشراف على الاستفتاء أو المشاركة في الاستفتاء في المرحلة الثانية، نعم في المرحلة الثانية، مشروط وقرار مشروط؟ يعني إذا لم تتحقق الشروط من الممكن أن تغيروا موقفكم قبل يوم السبت القادم؟ لا، ليس قرارا مشروطا، لان مصلحه الوطن اهم، والاستفتاء والاشراف على الاستفتاء او الانتخابات هو واجب وطني يجب ان نلتزم به جميعا ولا نعلقه على شيء. ومع ذلك يعني نطلب بعض التوصيات من فخامه رئيس الجمهوريه ان ينهي الاعتصام او يامر بانهاء الاعتصام امام المحكمه الدستوريه العليا حتى يؤدي قضاة المحكمه دورهم كما هو واجب منهم او منتظر منهم. شكرا. كما أن يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تحقق في الشكاوى والمحاضر التي تمت في الجولة الأولى حتى ندخل الجولة الثانية والأمر مستتب تماما وتكون النتيجة معبرة عن إرادة الشعب. شكرا يا فندم. سيادة المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضاء الدولة، شكرا جزيلا لك. لك تعليق على مداخلة سيادة المستشار؟ يعني الحقيقة ده موقف نبيل وموقف وطني وموقف شريف، واتمنى من القضاة الاخرين ان ياخذوا حذو. الحقيقه هناك من اعتبر انسحاب بعض اعضاء الـ الـ يعني القضاء من الاشراف على المرحله الثانيه بعد ان شاركوا في المرحله الاولى هو قدح مباشر ونقد مباشر لهذا الغزل الذي غزل في المرحله الاولى. يعني والحقيقه انا لا استطيع ان اجيب بالنيابه عنهم ما هي دوافعهم اللي قالوها في المره الثانيه. الحقيقه لا، انت ك يعني عضو في الحزب مصر القويه، يعني هل تنظر الى هذا الانسحاب انه من الممكن يكون قدح في المرحله الاولى من الاستفتاء؟ لا اعتقد، لانه الحقيقه اللجنه المشرفه على الانتخابات دحضت كل الدعاوى التي قالت بانه هناك ما يقدح في النتائج التي ظهرت وانه النتائج دي معبره عن جموع المصريين. بعض المخالفات اللي حصلت في انتخابات الرئاسه او مجلس الشعب او مجلس الشورى او في هذا الاستفتاء او ما قبل من الاستفتاء هي المخالفات التي لا تؤثر على النتيجة الإجمالية كما قالوا يعني. وسننتظر. في أستاذ مصطفى، يعني كان هناك سألتني على موقف حزب مصر القوية. ما بالضبط. ما ده زي ما كنا سنستكمله. يعني هو حزب مصر القوية من البداية يعني في منهجه في موقفه أنه كان يرفض ما يسمى بالاستقطاب، أنه في حالة الآن الحالة الإسلامية الحالة المدنية إن صح التعبير، وأنه تقف مع بعض كده زي نطاح الديكة، انه كيف يمكن لحزب مصر القوي ان يتحلى بالموضوعيه حينما يعترض بموضوعيه عن اشياء موضوعيه، يرفض ان ينحاز الى هذا او الى ذاك حتى يعالج الاستقطاب اللي حاصل في المجتمع دفعا لمسيره الوطن ان تمضي الى الامام. فاختط طريقا ثالثا، لم ينضم الى الجبهه ولم يتعاطف مع الحركه الاسلاميه اذا اخطات، بل وجه لها النقد الموضوعي لما فعلته، وتكلم عن الأداء السياسي المرتبك، وتكلم عن غياب الشورى، وتكلم عن افتقاد الموضوعية في بعض القرارات، وتكلم عن بعض الانتهازية ومصف الحسابات في بعض التيارات الأخرى. فأراد أن يخطط طريقا ثالثا صعبا زي اللي واقف في النص كده بياخد الطوب من الناحيتين، ولذلك كتير من الطرفين بيشتموه، لأن اللي واقف في النص واحد بيرمي طوبة من هنا وطوبة من هنا، اللي واقف في النص بيجي عليه أغلب الطوب يعني. لكنه أراد ألا يخضع للابتزاز وأن يتصف دائما بالموضوعية، عنده انتقاد موضوعي لما في الدستور، لكنه يثق أيضا في وطنية الرئيس، لا يشغب على شرعيته، لا يقبل أن يهتف الناس يسقط هذا النظام الذي أتى بالصندوق، لا يتساوى حسني مبارك مع محمد مرسي الذي حكم بالاستبداد والذي حكم بشرعية الصندوق. نجتهد في من يريد أن يعمل على إسقاط الدكتور محمد مرسي أن يسقطه بالصندوق، لكن ألا يشغب عليه في. شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى كمشيش، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، ممثل الحزب بالحوار الوطني بمؤسسة الرئاسة، شكرا جزيلا لك. ولكن قبل أن أختم مشاهدي الأعزاء، أسعدنا أن ينضم إلي عبر الهاتف سيادة المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي باسم النادي. سيادة المستشار، في عجالة، هل هناك اتجاه غالب لدى النادي للمشاركة في
أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء السبت القادم، خاصة أن هناك موقفكم سيتضح بعد قليل من خلال مؤتمر صحفي. في المؤتمر الصحفي عن الملاحظات وأهم الملاحظات اللي شابت أعمال الاستفتاء في المرحلة الأولى ورصدتها غرفة عمليات نادي مستشار النيابة الإدارية. إن شاء الله النهاردة برضه هنعلم موقف مستشار النيابة الإدارية جدات الأحداث على الساحة القضائية وموقفنا من الإشراف على أعمال الاستفتاء في المرحلة الثانية. برضو بشير لحضرتك أن مجلس إدارة النادي رأى أن هناك بعض الأشخاص للأسف يشككون في القضاء ومؤسساته لتحقيق أغراض سياسية محددة، نصبوا أنفسهم فقهاء قانونيين لتحديد ماهية الهيئات القضائية ومؤسساته. إن شاء الله المجلس النهاردة هيعقد مؤتمر صحفي لبيان موقفه من تلك الأمور إن شاء الله. شكرا سيادة المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي باسم النادي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأعزاء. وبعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم على رأس الساعة، شكرا لكم.